ذات يوم تشاجرت امرأة مع زوجها، فهي دائما تقارن حالها بغيرها وترى بأن زوجها لا يلبي جميع طلباتها، رغم أنه كان يعمل بجد واجتهاد، لكن مقابل أجر متواضع يكاد يكفيهم لقوت يومهم. وفي إحدى الليالي وهو نائم قررت ترك البيت والهروب منه. تسللت خارج المنزل، أخذت تمشي ببطء وتتخفى بالجدران مارة بجانب شبابيك بيوت الحي كي لا يراها أحد. وفجأة سمعت من إحدى الشبابيك شيئا شد انتباهها، أما تدعو الله أن يشفي ابنها المشلول حتى يلعب ويعيش مثل باقي الأطفال. وفي بيت آخر امرأة عاقر تدعو الله أن يرزقها بطفل يدخل البهجة والسرور إلى حياتها ولكي لا يطلقها زوجها. وسمعت أخرى تدعو الله أن يساعد زوجها على إيجاد عمل يقتاتون منه. وسمعت امرأة تبكي وتشكي إلى الله ظلم زوجها لأنه دائما يضربها. سمعت الامرأة هموم الناس ومشاكلهم، وأيقنت أن الناس الذين يتظاهرون بالسعادة ويبتسمون في وجوه الآخرين هم في الحقيقة يخفون ألما بداخلهم لا يعلمه إلا الله. عادت الزوجة مسرعة وشكرت الله على نعمة البيت والأولاد والزوج الصالح والرزق الكافي، وأيقنت أن القناعة كنز لا يفنى.